المجموعات. متى يتحقق التساوي في المجموعات؟ Two sets are equal if they both have the same element or equivalent if each is contained in the other. That is A equal to B if and only if A subset من B وال B subset من A. يعني نريد نقول في تساوي المجموعات، إذا عندنا مجموعتين فهذه المجموعتين تكون متساويتين، equal يعني متساويتين، إذا تحقق التالي: إذا كانت كل مجموعة محتوات في الأخرى. بمعنى آخر، that is إذا كانت A هي مجموعة مساوية للمجموعة B، إذا تحقق التالي: if and only if كانت المجموعة A هي مجموعة جزئية من B، وكانت المجموعة B هي مجموعة جزئية من A. كرموز رياضية تكتب بالشكل التالي: A equal B، A equal B if and only if A subset من B and B subset من A. طبعا هذا الرمز مفروض يكون AND. بشار صوت يتقطع، غصون واضح اعتقد وسبب النت. حسن يقول الصوت واضح، اغلب الطلاب يقولون الصوت واضح. اذا هي مشكله بسبب النت، يعني اللي يسمع الصوت متقطع خلي يحاول انه يعني يحسن النت اللي موجود يعني يا طلاب. نكمل يعني. أيضاً أكو ملاحظة: A تكون if A is not subset of B, that is if at least one element of A does not belong to B. We write A مجموعة غير جزئية من B. يعني ماذا نقصد بهذا الكلام؟ إحنا تكلمنا عن المجموعة الجزئية، قلنا إنه إذا عندنا مجموعة A هي مجموعة جزئية من B، فالتعريف المجموعة الجزئية يقول هو كل عنصر موجود في A ما هو إلا عنصر في B. هذا تعريف المجموعة الجزئية. متى تكون مجموعة جزئية؟ متى تكون مجموعة ليست جزئية من مجموعة آخر؟ إذا وجد على الأقل عنصر واحد في المجموعة الأولى لا ينتمي إلى المجموعة الثانية. إذا وجدنا عنصر واحد، مو شرط كل العناصر ما تنتمي، إذا عنصر واحد ما ينتمي في المجموعة الأولى، إذا عنصر واحد في المجموعة الأولى ما ينتمي للمجموعة الثانية، فيكفي أن نقول المجموعة الأولى ليست مجموعة جزئية من المجموعة الثانية. Okay. كيف نعبر رياضيا عن المجموعة الأولى ليست مجموعة جزئية من المجموعة الثانية؟ نقول A ليست subset من مجموعة B، يعني نخلي هذا الخط لنقض المجموعة الجزئية، هذا هو الخط. Okay. هسا عرفنا متى يكون التساوي. قلنا تساوي بين مجموعتين يكون إذا كانت كل مجموعة هي مجموعة جزئية من الأخرى. يعني عندي مجموعتين A و B، تكون A تساوي B إذا كانت الـ A subset من B وكانت الـ B subset من الـ A. أوكي؟ طبعاً هاي العلاقة بالاتجاهين، يعني لما يقولون مجموعتين متساويتين نعرف أنه كل واحدة مجموعة جزئية من الثانية، وإذا انطونا مجموعتين وقالوا أنه الأولى subset من الثانية والثاني subset من الأولى، يتبادر إلى الذهن رأساً مباشرة أنه المجموعتين متساويتين. طبعاً المثال مثال على تساوي على كل المجموعات الاحتواء والمساواة هو كالآتي: لو consider the sets، لو اعتبرنا المجموعات التالية: A هي مجموعة الأرقام 1 1 3 4 7 8 9، B هي مجموعة الأرقام أيضا 1 2 وهكذا، وC هي مجموعة 1 3، فإن C هي مجموعة جزئية من المجموعة A. والسبب كون C مجموعة جزئية من المجموعة A إنه كل عنصر من عناصر المجموعة C اللي هي 1 و3 ما هو إلا عنصر، شوف منار صوتي يروح ويرجع، كلمة مفهومة وكلمة لا. يا منار أعتقد إنه الموضوع بسبب النت، خصوصا إنه إحنا جاي نختار يعني محاضرة في يعني بالنهار، يعني أتصور الموضوع بسبب النت. يا منار ويا بشار
يعني نكمل ونحاول انه يعني أنا ما عندي مانع إذا تريدون يعني جاوبوني على الشات، إذا تريدون نقطع ونرجع نبدي من جديد إذا تريدون. أوكي. بس لحظة خليني أشوف، خاف أكو مشكلة هنا عندنا. هسه ثواني وأرجع لكم. بشير أعتذر. بشير اكتبها عادل العاد بالانجليزي مو هيك. هسه لحظة نشيك الاتصال ونرجع. هسه ارجع لكم. مكتوبة صح بشير ما يخالف. طلاب رجعت لكم، النت يعني جيد يمي، يعني كلش جيد، بس ما اعرف شنو السبب. طلاب يعني حقيقة النت يعني طلاب اللي يسمع صوت واضح خلي يقول الصوت واضح، واللي يسمع صوت مو واضح خلي يقول بالشات إنه الصوت مو واضح. لا أستاذ الصوت واضح. منو اللي يحكي؟ حسن حسن أستاذ. حسن سيد. نعم أستاذ. الله واضح الصوت. واضح الصوت، اوكي بعدين نكمل. حسن ماشي. اوكي راح نعيد بالنسبه للي ما سمعوا الصوت واضح من البدايه، المساواه بين المجموعات. قلنا اذا عندنا مجموعتين فنقدر نقول انه هاي مجموعتين متساويتين اذا كانت كل واحده من عندهم هي محتوات في الاخرى. يعني اذا عندي مجموعه اي ومجموعه بي نقول انه نقول نقول انه المجموعتين متساويتين اذا كانت اي سبسيت من البي والبي سبسيت من الاي. هذا اللي بالايكواليتي اوف السيت، وهذا طبعا العلاقه تكون بالاتجاهين، يعني احداهما تؤدي الى الاخرى، ورياضيا يرمز لها بهذا الرمز. طبعا قلنا خلينا ناخذ امثله على الاحتواء. لو افترضنا انه عندنا ثلاث مجموعات حسب هذا المثال، لو افترضنا عندنا ثلاث مجموعات، مجموعه اي، مجموعه بي، ومجموعه سي، فواضح جدا انه المجموعه سي هي مجموعه جزئيه من اي، والسبب انه كل العناصر اللي موجوده في سي هي ما هي الا عناصر موجوده في اي، يعني الواحد موجود في اي، الثلاثه ايضا موجوده في اي، فالسي هي مجموعه جزئيه من اي، وايضا السي هي مجموعه جزئيه من بي، والسبب انه عناصر سي ما هي إلا عناصر في بي، يعني الواحد وهو أول عنصر في سي هو عنصر من عناصر بي، والثلاثة هو أيضا عنصر من عناصر بي. أوكي؟ كأمثلة أخرى، صفات أخرى على طبعا بقية أنتم تقدرون تقرون على المثال. خلينا نشوف منو جاي يحكي. رجع انقطع الصوت. منار. منار اوكي الصوت. منار الصوت ماكو، لا تسمعني الصوت اللي اصلا ماكو صوتك. السبب الصوت اللي خاف انه يعني تجاوزنا النص ساعة، يعني اتصور تجاوزنا نص ساعة. سمعوني هسه طلاب؟ حسن انت تسمعني؟
اي نعم استاذ نسمعك. اوكي زين طلاب استاذ رجع هسه. طلاب احنا هسه هاي المحاضرة الأولى، يعني نحاول انه يعني يعني نمشي الأمور يعني بطريقة أو بأخرى. أطلب من عندكم طلاب، أنتم كلكم اللي داخلين هسه سجلوا حضوركم، كلكم دزوا رسالة كتبوا بها رقم واحد حتى أعرف حضوركم. أوكي؟ حتى نكمل يعني في شيء بسيط. شلون استاذ شندز؟ دزوا على الشات رقم واحد، كل واحد يدز رقم واحد حتى أسجله حضور، أعرف أنه هو كان متواجد وأسجله حضور.